الفنية ستتولى حماية مراكز الاقتراع وضمان حسن سير العملية الانتخابية. سوران داودي من هناك. أكدت قيادة الفرقة الثانية عشر للجيش العراقي في كركوك أن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ستقوم بحماية المراكز الانتخابية بكركوك، مؤكدة انتشار قوات الجيش خارج المدينة مع وجود فوجين من القوات الخاصة استعدادا لأي طارئ، كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مشتركة للتنسيق. أسندت مهمة تأمين الحماية اللازمة للمراكز الانتخابية بعدد 108 مركز انتخابي داخل المدينة و114 مركز انتخابي خارج المدينة. هناك نوعين من القطاعات من قيادة الفرقة، نوع ماسك الموضوع الدفاعي والنوع الآخر مكلف بتأمين الحماية للمراكز الانتخابية والاحتفاظ باحتياط بقدر فوجين مغاوير، فوج راح يكون بالخارج لمعالجة الحالات الطارئة، وكذلك جرى تخصيص قوة مناسبة على الأجنحة لتأمين الحماية وصد أي اعتداء. المفوضية المستقلة للانتخابات في كركوك أوضحت أن الخطة الأمنية لحماية الانتخابات لم تتغير عما كانت عليه خلال انتخابات 2010. نفس خطة 2010 طبقت هذه السنة بالنسبة لانتشار القوات المسلحة الموجودة في كركوك، وهناك تنسيق وتعاون جيد بين جميع الجهات وتفهم جيد بين قيادة فرقة وقيادة شرطة كركوك. رؤساء الوحدات الإدارية أكدوا أن انتشار الجيش والشرطة ضمان لتوجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، حيث أن بعض المناطق خارج المدينة تشهد عمليات إرهابية. يبقى وعي المواطن، يبقى اندفاعه، شعوره بالمسؤولية، إضافة متابعة الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها لمعالجة كل المفاصل والمخاطر التي تحدق بالأيام المقبلة. يتم حماية المراكز الانتخابية خط الأول من قبل موظفي المفوضية داخل المركز، وخط الثاني خارج المركز بحماية بإمارة الشرطة، وخط الثالث بحماية الجيش العراقي لواء 49 فرقة 12، وداخل القضاء يوجد الشرطة والأسايج لحماية المواطنين. وعلمت الحرة أن عدد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الذين سيحمون المراكز الانتخابية يبلغ 34 ألف منتسب. سوران الداودي، الحرة، كركوك.